Le défi numéro 3. Alors, attachez vos ceintures. خاطر الديفي هذايا حابة نتشاركوا مع بعضنا ونعملوا حاجة معناتها بروديكتيف. الوغ شنو الموضوع بالضبط؟ باش نحاولوا نحضروا ان موك ولا ان كور على منصة ادراك. اخترت لكم منصة ادراك بالذات خاطر هي اول حاجة منصة غراتويت 100% وبالعربي معناتها حتى كان فما دي كور اون انجلي ديما باش تلقاوهم مترجمين. ليدي سي كوا؟ كل واحد فينا يحاول يحضر ان كور ومن بعد باش يترجم المفيد نتاع الكور هذاك كو سوسوا سو فورم دان ارتيكل في البلوغ ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام والا سو فورم دون فيديو. نجمو تستعملوا بوتون في التلخيص نتاعكم، نجمو تستعملوا ولا تعملوا فيديو يوتيوب صوت وصوره، والا حتى كان تحبوا ما تحبوش تحطوا معناتها تصويرتكم تنجموا تستعملوا تحكيوا بالصوت وتحطوا تصاور دون لو كونتكست. الوغ لي ريغل دو سو ديفي انه اللي باش يختار الديفي هذايا لازم يعطينا اسم الكور اللي باش يحضروا. عندكم هوني التعلم المستمر، اختاروا كور يكون ديجا وفي بكله خاطر فما دي كور اللي قاعدين تويكا اون كور سي كلير. دونك اذا كان معناتها باش تبدا فيه تويكا وهو مازال على مده 4 اسابيع ولا اكثر، دونك احنا الديفي نتاعنا مربوط بوقت ماكش باش تخلط معنا. يعني ماذا بيك تختار كور اللي هو في سيي باش تنجم تحضروا الكل في ساعه في ساعه وتعطينا التلخيص نتاعو. انا زادة باش نشارك معاكم في الديفي هذايا وتنعطيكم زادة انا اسم الكور اللي باش نحضروا.